مرحبا، اليوم نكمل الورك شوب. كنا انتهينا من المرة الماضية في رسمنا خزانة ملابس وحطيناها في لاير مختلفة. فالحين خلاص نطفي هذه اللاير ونشتغل في لاير جديدة خاصة في الداينينج. أول شيء مباشرة نعمل بلس ونختار لاير جديدة نسميها داينينج مثلا، ونأشر عليها تكون بلاك دوت. فممكن احنا نرسم فوق هذه مباشرة، لكن انا افضل انه نجتزئ هذا الشكل او ناخذ منه كوبي ونجيبه على هذه اللاير الداينينج مشان نطفي باقي اللايرات كلياتها. فكيف ندخل؟ هذه اللاير موجودة هنا في الاساسية، عفوا الشكل موجود في اللاير الاساسية اللي استوردناها. نعمل باعتبار انها جروب، نعمل دبل كليك نختارها ادت كوبي خلاص. بعدين نروح على الداينينج نتأكد انها فعالة بالبلاك دوت، ونعمل ادت بيست ان بليس فتنزل في مكانها. تبهم فرق بين البيست والبيست ان بليس، في فرق، فهذه تنزل بمكانها. الحين لو طفينا الليرات الثانية راح تظل هذه لحالها، بتكون واضحة تماما يعني. فنشتغل على هذه اللاير، نأشر على الداينينج ونشتغل عليها. هذا ما يلزمنا نحن لأنه راح نعمل عنه كوبي. فتلزمنا الطاولة وكرسي وحتى نسوي موديلينج عليه. في ملاحظة أنه هذا الكرسي الخط هذا مش موازي للإكس واي، فأفضل يكون موازي له مشان لما نرسم، يعني لو نرسم خط كذا يطلع باستقامة الخط الرئيسي، هذا أفضل يسهل علينا الموديلينج هذا. فنمحي الخط الزايد ونحاول نلف الكرسي نعمله دوران موازي. قبل ما نعمله دوران لازم يكون عندنا نقطة معلومة أو خط معلوم. ناخذ الجايد، ناخذ حطينا الجايد هنا. أفضل أن يكون خط الكرسي أو المقدمة الواجهة تكون موازية لهذا مشان يسهل علينا عملية الرسم. نختار ونرجع نعمل دوران بالكيو، أنا هنا حاطة دوران كيو. ناخذ النقطة المشتركة بعدين نقطة معلومة من الشكل ونسوي دوران بحيث انه يعطينا اتصال مع، فيكون كذا موازي للي للإكس أو الواي. نطفي. بعدين بعد ما خلص موديلينج ممكن نسوي له دوران ثاني يرجعه مثل ما كان. المهم نبدأ بالرسم. غالبا ملاحظة، لما نجيب مخطط من الأوتوكاد بتكون منحنيات عبارة عن خطوط مكسرة كثيرة، فهذه تزعجنا أثناء يعني الموديلينج، تطلع الخطوط مكسرة. فكل ما كان سموث أكثر، يعني عدد أجزاء الدائرة أو المنحني أكثر، بيكون أفضل. فانتبهوا على هاي الناحية، ممكن تعيدوا الرسمه بخطوط ثانية. يعني مثلا الحين لازم نرسم فوق هذا واحد ثاني أفضل، يعني أنا ممكن أستخدمه نفسه، لكن أشوفكم الفرق إنه إذا رسمنا واحد ثاني بكيرف يكون عبارة مثلا عن 36 بارتس، يعني الحين هو 12، فنحن نعمله مرسوم ب 36 يعني كيف. بس قبل ما ارسم فوقه افضل اسوي هذا بلوك مشان الخطوط ما تختلط مع بعضها، يعني نعمل هذا كنترول جي صار بلوك. الحين ابدا في الرسم، راح اخذ امر لاين بالاي، سوري ارك بالاي، وهنا مكتوب 12 نحن نعملها 36، فكذا يطلع الخط سموث اكثر. حتى هذول نفس الشيء، ناخذ البدايه والنهايه ونرسم القوس وهذه. ظل علينا الخطوط لاين، نرسم الخط ونرسم خط أخير. لازم بعد ما رسمنا الخط الأخير تحولت هنا للون، معناته في خطأ، في شيء خطين ما نوصلهم في بعض. راح نشوف اين هما، نسوي لهذا هايد للجروب، نشوف اي خطين. ها هذا نسينا اللي هنا، راح نرسمه.
الحين تمام، نشغل نرجع ال نتابع مع ال support back support. أيضا نحن نرسم هذا حاليا هو ضمن الجروب. جينا نعمله أنا هايد. بنرسم الخطوط arch أيضا arch هنا. لاحظوا الفرق في خطوط مكسرة، خطوط شوية منحنية أكثر اللي هي مرسومة في الأقواس اللي فيها أجزاء أكثر. طيب الحين الجروب اللي عملناه هذا نعمل له ديليت، فيكون هذا الشكل النهائي اللي بدنا نرسم عليه. طبعا هنا افضل، صارت خطوط منحنية بشكل سموث اكثر. بعض مرات لما نشتغل ما يسكر كذا، ممكن نرسم خط واحد فوقه يسكر، ممكن نرسم خلينا نرسم خط، نعيد رسم اي خط فيسكر هو بشكل نهائي، بعدين نمحي الخط الزايد هذا. هذول الخطين خليهم يلزمونا احنا بموضوع السبورت الخلفي. طيب خلصنا من هذول، الحين نبدأ في رسم المقعد الكرسي. هو الكرسي يعني الستاندرد المقعد كذا، ممكن يكون بين ارتفاعه بين ال 43 إلى 45، وسماكته يعني من 5 إلى 8 أو حتى إلى 10 سنتي حسب المادة اللي مصنوع منها يعني. فاحنا راح نعتبره إنه مثلا إنه 6 سنتي 7 سنتي اللي هو ما يهم. فنرسم أول شيء، قبل ما نرسم طبعا ممكن أرفع القسم المطلوب هذا، أخذ عنه نسخة كوبي، نطلع فيها مسافة باعتبار أنه هي ارتفاع المقعد الكرسي 45 راح نأخذ من نسخة يصير 39. نطفي الشيد، أفضل نسوي ريفيرس فيسز. أيوة ناخذ عنه نعمل اكسترود بول بوش مثلا خلينا نقول 6 سنتي. خلاص الحين الاطراف اكيد ما راح تكون شارب بهذه الدرجه، فالموضوع نستخدم البلجن اللي هو راوند كورنر. نستخدم هذا البلجن ونرجع الخطوط الشارب نرجعها للمنحنيات، فقط نكبس على السطح هذا ونعمل راوند كورنر، نكبس على الامر هذا يعطيني اوبشن انه يكون 2 سنتيم او 1 سنتي. احنا ممكن نزيد نعمله مثلا 2 سنتي اوكي، بعدين كليك صار الاطراف او الزوايا منحنية جزء من دائرة يعني. تحت هنا بدي ارسم القطعة او الاطار الخشبي اللي شايل القطعة الاسفنجية هذه او القماشية. ناخذ تحت اوفسيت وارجع الاطار اللي ظهر ازيده. طبعا لازم نكبس كنترول مشان يفصل يكون قطعة ثانية او اطار جديد مفصول عن الاطار القديم، لانه ظهر خط فاصل بيناتهم. فنكتب مثلا 2 سنتي، لاحظوا هذا الاطار الفاصل لاني عملت كنترول. طبعا لازم اطار فاصل لانه هذا الماتيريالز اللي هنا غير اللي هنا، فلا تسحبوها نفس السحبه دائما. خلاص هذا منا مباشره نعمل جروب، نعمل رجلين الكرسي ممكن نعملها من هنا مباشره او نعملها من تحت. فهي انا تركت النسخه هذه مشان ارسم الرجلين الكرسي وبعدين نعدل عليها. فخلينا ناخذ الجايد مثلا هنا راح اخذ 5 سنتي 5 سنتي
مثلا هنا لهنا بدي اخذها بهذا الشكل، فالرجلين راح تكون ضمن هذه المساحة. الحين انا ممكن استفاد من النقاط اللي موجودة هذه اللي هي القطاعات اللي موجودة الاربعة، واخذها مثلا دبل كليك، عفوا ارسم اول شيء الخطوط الموجودة هذه مشان تطلع معي القطاعات. حاليا انا بحدد مقاطع الليجز باني ارسم خطوط، طبعا انا يكفي ارسم واحدة، يكفي ارسم واحدة او من اليمين واحدة من امام واحدة من خلف وبعدين اسوي كوبي، لكن هنا بس ما مشكلة نشوف. هنا يمكن في خط غلط، هذا نرجع نرسمه. بعض مرات اذا ما تسوي زوم ان ممكن الخطوط تروح بالهواء، فضروري الزوم ان بما يطلع اشارة الاكس اللي هي التقاطع، نتأكد انه احنا نرسم في ضمن المجال الصح. حتى هذا هنا ما رسم، لو شلنا الجايب مشان نشوف احسن. نشيل هذا الجايب. طيب هذه هي الرجول، اتصور هذا الخط مبنية وهذا مبنية وهذا مبنية. طيب نرفع نسوي بول بوش على مكبس بي ونطلع هنا على النهاية الأخيرة هذه اللي تحت. ونفس الشيء هنا دبل كليك خلاص، وهنا دبل كليك، هنا دبل كليك. بس ننتبه على ملاحظة انه هنا الأرجل يعني طبيعية مستوية، لكن ممكن نغير عليها شوي نحن، يعني قاعدة الرجل تكون غالبا أضيق أو أصغر شوية. نحن ممكن نسوي سكيل ونصغرها شوي، مثلا 0.5. نفس الشيء نكبس سكيل مع كنترول 0.5 انتر. هذه خلصنا الأرجل. الخلفية نفس الشيء، ننتبه انه ما تكون متصلة مع شيء، افضل تكون مو متصلة مع هذه، وهذه مشان ما تلبكنا افضل، اللي هي اقصد الاقواس اللي ظلت هذه، افضل انه نختارها نعملها جروب مشان ما تختلط مع شيء بعدين تلزمنا نسوي لها اكسبلود. المهم الرجلين، الرجول هذه ايضا راح نصغرها، نسويها سكيل 0.5 انتر. الثانية نفس الشيء، ننتبه على شغلة دائما تكون الأرجل الخلفية، لو جينا أخذنا الواجهة الأرجل الخلفية غالبا تكون راجعة لورا، دائما يسووها راجعة لورا تكون سبورت أكثر لما شخص يكون جالس على كرسي ويرجع لورا، إذا كانت الأرجل راجعة لورا فتعمل سبورت الكرسي ما بيقلب يعني. فإحنا نسحبها للخلف مسافة معينة، خلينا ناخذها مثلا 7 سنتي حسب الديزاين، اي معقول. الاماميه ممكن ايضا نتركها ستريت او فيرتيكال او ممكن نسحبها، فاحنا خلينا على هذا الشكل. طيب الحين خلصنا، بعدين عمليه الاكساء هذه بعدين لاحقا. نرجع نرسم الظهر. انا طبعا هنا لما سويته سب جروب افضل مشان ما يختلط مع الخطوط. الحين نحرك الظهر للأعلى، لازم نتأكد ان احنا ماشيين على ال move. راح نعتبر انه هنا زيرو. غالبا ظهر الكرسي يكون ب 50 أو 45، يعني حسب التصميم يعني ان توتال الكرسي كله على بعضه ما يتجاوز 80 أو 90 سنتي. فنحن راح نفترض انه ارتفاعه من هنا خلينا نحط 40 سنتي، هذا يعني النهاية. فنجي على هذه اللي رسمناها اللي هي الباك سبورت الأولى،
ونسحب نعملها بول بوش، ممكن نعملها 12 سنتي او 15 سنتي حسب التصميم، نشوف ايش كيف يطلع اجمل ونعمله. ظل علينا السبورت ايضا اللي ممكن يكون ستيل او يكون خشب، ممكن نجتزئه من هذه ناخذه، او ممكن نرسمه لحاله. فاحنا باعتبار المنحنيات موجوده خلينا ناخذها، يعني لو عملنا اوفست اللي هي انا حاطها بالاف، لو عملنا كذا بالاوفست اصغر اكبر يعني اللي هي كذا. طبعا في التصميم موجود انه نهايه السبورت هو هذا الخط وهذا الخط، احنا ممكن نستعين بهذه الخطوط وننزل فيها تحت مشان نعرف وين نهاية السبورت هذا. خلاص الحين برسم هذا واحد، والثاني أيضا نفس الشيء. أفضل طبعا رسمكم يكون دقيق أكثر من هذا، لكن احنا نختصر لأنه بعض مرات الفيديو يصير طويل زيادة فما يتحمل معاي على النت، فبحاول أرسم لكم التقريبي. هنا خلصنا من هذه، احنا ممكن نعمل هذه كيرف أو نعملها ستريت، خلينا نعملها راوند أفضل أجمل وتناسب مع الشكل. نشيل الخطوط الزايدة هذه، المهم ننتبه على انه اللي رسمناه الحين هو ضمن جروب، لا انا ما بدي الجروب هذا لحال، بدي اخذ هذه لحال. اعمل ايضا دبل كليك على جروب واخذ هذه دبل كليك، اديت كوبي واطلع من الجروب، وبعدين اعمل اديت بيست ان بليس، فصارت لحالها يعني الجروب لحاله وهي لحالها. تلزم لازم اسويها لحالها افضل مشان ما تختلط مع الاشياء الثانيه. خلاص الحين خلصت هذه، الخطوط الزايدة ما تلزمني، هذا اللي كنت استفاد منهم، النقاط علام استفاد منهم ما تلزمني، هذا ممكن يلزمني لأحدد وين نهاية السبورت على نفس مقعد الكرسي. هذا النهايات هنا، يعني عندي هذا الخط وعندي هذا مرتفع وعندي هذا وعندي كبي من الأرض نفسه. خلاص الحين لو طفينا هذا نسوي له هايد، عفوا ما نطفي نسوي هايد، والأرجل كلها على بعضها لو نختارها كلياتها هاي تريبل كليك بلس تريبل كليك تريبل كليك تريبل كليك، نعملهم جروب وأيضا نعملهم هايد. أريد بس الشكل المحتاج يظل موجود في الساحة، وطبعا ايضا بدي ينفصل عن الشكل، اعمل هذا افصله عن الجروب يعني لانه يلزمني لحاله. راح اعمل كنترول اكس يعني اشيله عن الجروب واطلع برات الجروب، واديت بيست ان بليس رجع لحاله صار لحاله، فصار عندي الشكل هذا الحال والشكل هذا الحال. حتى هذا لما اخفيه يظل بس الشكل اللي بدي اياه، بدي هذا وهذا بس. فالحين عندي يعني ايضا ممكن اعمل هذا منحنيات او ارج ايضا نفس الشيء افضل. ننتبه على اتجاه القوس يكون شبه موازي للخطوط. ممكن ما تعملوا يعني عادي، ما يهم. فالحين كيف بدي اوصل هاي الخطوط واعملها بشكل موديل منحني؟ في عندي هذا البلجن الكيرفي لفت، باخذ هذا الامر او هذا الامر، طبعا كل واحد له وظيفه شكل، خلينا على هذا الامر كيف نستخدمه. بس ناخذ الخطين او الشكلين مع بعض ونضغط على هذا، بيعطيني السطح اللي شايفينه اللي هو يوصل بين الهوريزونتال والفيرتيكال.
خلاص هو اوريدي صار جروب لحاله. الحين بنرجع الخطوط او الاشكال اللي عملنا لها هايد ونقارن ونشوف وين وصلنا. ان هايد في شغله ما اذا خبرتكم اياها زمان، لما يكون عندك خطوط ما بدك اياها مثل هذه، الحين اذا محيناه اذا عملنا له ديليت يشيل معاه مسطح. كيف نخفيه او نمحيه بدون ما نشيل المسطح؟ ناخذ امر اريز او ديليت وبعدين نكبس شيفت نضغط عليه يختفي بدون ما ينمحى المسطح معه. فتقريبا يعني خلينا نقول انه هذا الشكل الكرسي مبدئيا. خلاص كل الكرسي هذا ممكن نعمله كومبوننت، وافضل اذا في عدد كبير من الكراسي تكون كومبوننت. نكبس على جي او نختار امر كومبوننت ونكتب تشير. خلاص هايد نشيله من وجهنا، وهذا الخط ما لزوم. ظلت التيبل، التيبل رسمها بسيط. نحن ممكن نرسم ال R ريكتانجل ممكن نترك الزوايا هذه او نعملها اقواس. هذه افضل باعتبار عندنا شوية منحنيات ايضا نحنيها، افضل نحنيها يعني ناخذ، بس لازم نحنيها في طريقة معروفة. ممكن ناخذ هنا 5 سنتي من الخلف، 5 سنتي ايضا الجناب 5 سنتي. ليش؟ عشان يكون عندنا جايد اثناء ما نرسم الاقواس. وممكن تتركوها، فناخذ اللاين او الار وبس نكبس دبل كليك يروح. ناخذ ار هنا يتغير لونه، دبل كليك هو لحاله يمحي القطعة اللي زايدة. دبل كليك اوكي. خلصنا رسمنا سطح الطاولة. الحين نشيل هذا الاشكال. الطاولة الحين توب التيبل غالبا يكون بين 70 الى 72، ويعني بلس ماينس ممكن تغيرون ناقص 2 سنتي او كذا زائد. احنا راح نعتبر انه التوب 70، فنرفع الشكل هذا على ارتفاع 70 سنتي. الحين هذا التوب، فنحن ممكن سماكة نعمل سماكة بالبوش بول 2 سنتي. خلاص رسمنا التوب. نرسم السنتر بالاوفست، ناخذ اوفست خلينا ناخذ مثلا 32 كذا ايوه، وبعدين نعمل بول بوش للجزء المركزي اللي ظهر هذا لبين ما يوصل عند الزيرو. اذا ما كان في شيء ناخذ على الاوريجين هنا. خلاص الحين نرسم قاعده الطاوله ايضا بالاوفست، ناخذ القياس اللي نرغبه خلينا نقول مثلا 16 او 15 سنتي ما مشكله، واكيد هذا له سماكه خليها تكون 1 سنتي. بنكون رسمنا القاعده مع الطاوله. فباعتبار من فوق منحنيه ايضا يفضل تكون من تحت منحنيه مشان تطلع ماتشنج معها. نعمل كنترول زد ونرسم الارشات، راح ارسمها بشكل سريع يعني بدون قياس، انتم تاخذون قياس بعدين. يعني تقريبي هذا انه انا يعني دائما احاول يكون الاشكال يعني مع بعضها ماتشنج. نرجع نسوي 1 سنتي، نكون كذا رسمنا الطاوله. الحين ممكن ايضا زوايا السبورت الطاوله هذا ممكن ما تريدوها شارب او زاويه قائمه، ممكن نعملها منحنيات. كيف؟ نختار، ممكن نختار الشكل هذا ونعمل له راوند، نعمل له راوند ونقلل المسافه نسويها سنتي بعدين كليك اوكي. خلاص صار راوند. ما اعرف هاي الخطوط ليش ظهرت لكن نمحيها كذا. نكون رسمنا التيبل مباشرة. نعملها جروب ونرجع الهيدن، نروح على التوب كنترول تي، نروح على التوب. الحين احنا اذا بدنا نسوي عملية التفاف ونرجع مثل ما بدنا كذا كان، او قبل ناخذ نسخة وبعدين ندور هذه، وهذه النسخة نسوي لها فليب فليب الونج
ممكن الونج ايش الرد، يمكن رد. مظبوط الرد. اول شيء نحاول نسنترها مع هذا السنتر، بعدين نسحبها للداخل فيطلعون معنا. بنكون كده رسمنا الداينينج تيبل مع تو تشيرز بدون الاجزاء. وارجع قلت لكم اهم شيء تهتموا بالليارات، ضروري جدا الليارات. فلاحظوا ما الحين صار عندنا هنا الشكل الاساسي موجود، وهذا لاير لحاله، والوردروب موجوده واللاير لحالها، فجدا ساعدنا في الرسم هاي العمليه. وهذه محاضرتنا اليوم، نشوفكم على خير، مع السلامه.